هذا الدجاج جاي يوصلها وهاي الفقراء المحتاجين. جزاكم الله خير. يا الله هذا الدجاج بالباب عيني. ثواب شهداء ثورة عاشوراء. هلا هلا يا حسين شوفوا هاي ثواب شهداء ثورة عاشوراء. جزاكم الله خير. شكرا جزيلا. أم يوسف ابن عمره هناك من صارت بالخضرة وليتها وليتها آه لا عاد إلي هاي إلها عمي وهاي مي تام محتاجة. هاي تعطيني اياها لها الدجاجة وقلي لها تقرأ الفاتحة. لا مو ما شاء إيه عيني تقرأ الفاتحة. المهم شهداء ثورة عاشوراء جزاكم الله خير.